السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عالم هبة. كيف نجعل الرموش والحواجب كثيفة بشكل طبيعي وسريع في المنزل؟ هذه الأنواع من السيروم اللي راح نعملها اليوم في الفيديو بمكونات منزلية طبيعية تجدد نمو الحواجب والرموش، تجعلها كثيفة وتنمو بسرعة وقوية ولا تتساقط في أيام قليلة جدا. نحتاج أولا مغلل أعشاب هذه. إذا كان عندك إكليل الجبل الطازج استعمليه، إذا لم يتوفر استعملي المجفف. لوغوماغان، الروزميري. نحتاج أيضا إلى النعناع. النعناع هي عشبة مذهلة لنمو الشعر. نضع كمية من إكليل الجبل في إناء ونضع أيضا كمية من النعناع، أوراق النعناع سواء خضراء أو مجففة. نضيف لها الماء ونضعها تغلي على نار قليلة حتى نتحصل على مغلل النعناع وإكليل الجبل. هي عدة وصفات في الفيديو. إذا ما عندكمش مكونات هذا السيروم، استعملوا مكونات السيروم القادم أو الذي بعده. نحتاج إلى الفيتامين إيه، زيت الفيتامين إيه، لافيتامين إيه، الفيتامين ها الأصلي، ضروري يكون أصلي. يباع في الصيدليات وشبه الصيدليات والمحلات التي تبيع الزيوت المستوردة البيو، أو استعملي كبسولات الفيتامين إيه، لافيتامين إيه، الفيتامين ها. أهم شيء تكون أصلية، لا تتقيدنا بالماركة الموجودة عندي، استعملوا الماركة الموجودة عندكم. نحتاج إلى جل الصبار، جل الألوفيرا، الألوفيرا جل. أنا نشتريها من شبه الصيدلية، من المحلات التي تبيع الزيوت والمنتوجات المستوردة البيو. إذا ما عندكمش جل الصبار الخاص بالعبوة، استعملوا جل النبتة، شوفوا الطريقة. استعملوا جل النبتة، شوفوا الطريقة. ونضيف زيت الفيتامين اي، وبامكانكم استبدال زيت الفيتامين اي بزيت الخروع الاصليه. توجد الزيوت الاصليه هنا في الجزائر، متوفره في الباغا فارماسي. ملعقه كبيره من جل الصبار يقابلها نصف ملعقه من زيت الفيتامين اي، لافيتامين اي، الفيتامين ها، ويقابلها القليل من مغلى اكليل الجبل مع النعناع. نحتاج إلى علبة ماسكارا تكون مستعملة، اغسليها جيدا، أزيلي منها يعني هذاك المادة السوداء حتى تصبح نظيفة. نضع السيروم داخل علبة الماسكارا الفارغة. كل مساء بعد تنظيف البشرة من المكياج وإزالة الكحل من العين والماسكارا ويعني إزالة كل الشوائب من البشرة، طبقي هذا السيروم على الحواجب وعلى الرموش. قومي بتمشيط رموش الجفن العلوي مع رموش الجفن السفلي والحواجب أيضا، مشيطيهم جيدا بهذا السيروم كل ليلة. دومي عليها، تلاحظي نتيجة بعد مرور 7 أيام، تلاحظي نتيجة وبقاي مستمرة عليها. هي وصفة صحية وتكثف الرموش والحواجب، تقويها لأن كل مكوناتها تغذي بصيلة الحاجب والرموش. إذا ما عندكش مكونات هذا السيروم، استعملي مكونات الوصفة الموالية.
زيت الخروع الأصلية وليس العادية. ملاحظة أخواتي، الزيوت الأصلية لا تباع عند العطار ولا تباع عند العشاب، تباع في محلات خاصة تستورد الزيوت البيو العضوية الأورغانيك أو شبه الصيدلية البارا فارماسي في الدول العربية وجميع دول العالم يعلمون يعني أين تباع الزيوت البيو العضوية الأصلية. وزيت الخروع الأصلية لا تسبب حرقان في العين إذا لامست العين، وثمنها يكون مرتفع قليلا بالمقارنة بزيت الخروع العادية، لكن فوائدها رهيبة وناجحة 100%. نضيف لها القليل من زيت الفيتامين إي لا فيتامين إي الفيتامين ها، أو كبسولات الفيتامين إي لا فيتامين إي الفيتامين ها، ولا تتقيدنا بالموجود عندي، أهم شي تكون أصلية. نضيف زيت جوز الهند الأصلية أيضا 100% زيت جوز الهند، ليس لها رائحة وفي نفس الوقت تجمد في الفصل البارد، تباع في المحلات التي تبيع الزيوت الأصلية البيو الباغا فارماسي شبه الصيدلية وليس عند العطار. إذا أردتم الحصول على نتائج إيجابية وسريعة وناجحة 100% استعملوا المكونات تكون أصلية. هذه هي نصيحتي أخواتي، هي تجمد في الفصل البارد لكن نقوم بإذابتها في حمام مائي ساخن لنستعملها. نضيف تقريبا ملعقة كبيرة ونجمع المكونات بملعقة من جل الألوفيرا سواء العبوة أو جل النبتة. كلل قبل النوم نزيل المكياج من الوجه من العيون من الحواجب، نغمس ماسكارا تكون نظيفة استعمليها لهذا الغرض بالذات في المحلول، ونشطي الرموش والحواجب بها، يعني استعمليها قبل الخلود إلى النوم بدقائق كل ليلة استعملي هذه الوصفة، نتيجة رائعة لأن الزيوت اللي فيها أصلية. ننتقل الآن إلى الوصفة الثالثة اللي ما عندهاش مكونات هذه الوصفة، زيت الزيتون البكر هي من العصرة الأولى. زيت الزيتون البكر غنية بمضادات الأكسدة، تنشط بصيلة الحاجب وبصيلة الرموش، تغذيها وتجعل الرموش تتكاثف، وحتى لو تتغلغل إلى العين تقوي البصر، تنقي العين من الحساسية من الحكة، تغذي البصيلة وتجعل الرموش والحواجب تنبت. تناولوها في غذائكم الصحي يوميا في السلطات وكل ليلة قبل النوم. قبل النوم بدقائق نظفي البشرة من المكياج، ادهني القليل من زيت الزيتون البكر بأعواد التنظيف هذه، اغمسيها ومسحي هكذا فوق الجفن العلوي، مسحي جيدا كأنك تعملي مساج بالطبطبة فوق الجفن العلوي بالقرب من الرموش، ومسحي الرموش أيضا ومسحي الحواجب أيضا، مساج من الأسفل إلى الأعلى والرموش مسحيها جيدا هي والجفون العلوية ونامي مباشرة. هذا الوصفة تغذي لك الرموش، تغذي لك بصيلة الرموش، تكثفها، تزيل الحساسية من العين، تقوي البصر في نفس الوقت، وتغذي بصيلة الحواجب. يوما بعد يوم تلاحظي نتيجة رائعة. طبعا بعد ما تنامي مباشرة في الصباح اغسلي الوجه جيدا بغسولك اليومي. وصفة صحية ومناسبة لكل من ليس لديها المكونات الثانية. بإمكانكم استعمال زيت الخروع وحدها، مشطوا بها الرموش بمسكرة تكون نظيفة، أو ضيفوا لها كبسولات الفيتامين إي، هي أيضا طريقة ناجحة. هذه هي وصفات اليوم لتكثيف الرموش والحواجب بطريقة طبيعية. داوموا لها، تناولوا الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم على الزنك على المغنيسيوم على الحديد، شربوا لترين من الماء يوميا، أزيلوا المكياج تماما من العيون والمسكرة والحواجب قبل النوم، استعملوا مسكرة تكون نوعية جيدة ورفيعة، لأنه أنواع بعض المسكرة
تتسبب في تساقط الرموش. شكرا بزاف بزاف، وإلى اللقاء. سلام.